اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيفي في هذه الفقره كريم سعيد. ازيك يا كيم؟ ده كابتن سليم. ازيك حضرتك؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. احمد ثابت. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. عملتوا ايه النهارده في الست سبع ساعات اللي فاتوا؟ عشتوا ازاي؟ رجعنا شفتوا بقى انا لما ما كانش عندي واتساب كنت عايش ازاي كويس؟ رجعنا ما قبل السوشيال ميديا. يعني اعتقد هي طبعا الفكره يا كابتن سليم ان برضه السوشيال ميديا بخلاف الموضوع التواصل لكن هي فعلا مهمه في الشغل امانه. يعني في امور كتيره احنا بنتوقف عليها في السوشيال ميديا. في مسج في 100 حاجه تانية عشان تلحق يعني. بقى تنقل او تاخد كوبي من يعني اعتقد النهارده ما لحقتش تطبيق تليجرام النهارده قال حققوا مكاسب رهيبه بصراحه. في يعني ست سبع ساعات دول طبعا كم الناس وتويتر طبعا كم الناس اللي انتقلوا لتليجرام وتويتر النهارده بسبب يعني وقوع فيسبوك وواتساب وانستجرام. المشكله طبعا فعلا ده يبين لنا ازمه ان تكون مؤسسه واحده تملك الثلاث منصات دول على نفس السيرفرات. حتى المبرر اتقال بصراحه مبرر غريب ان السيرفرات اختفت. السيرفرات اختفت من الفيسبوك دي حاجه يعني مبرر مش منطقي يعني. بس يعني الحمد لله الدنيا دلوقتي بترجع. احنا قبل ما نخش الهوا خلاص انستجرام وفيسبوك رجعوا وواتساب يعني بيشاور عقله كده بيقع شويه ويجي شويه. فاعتقد الدنيا خلاص يعني خلال ساعات قليله هترجع لطبيعتها باذن الله. سمعت الارقام بتاعت رونالدو وميسي والكلام ده ولا ما؟ اللي انا قلتها في الاول الارباح بتاعتهم من الانستجرام. الارباح بتاعت رونالدو من الانستجرام 48 مليون دولار طبعا هو اكثر من ميسي 24 وديفيد بيكهام 11 مليون دولار. 24 مليون دولار برضه اكثر يعني. شخصيه عندها متابعين في العالم على الانستجرام كريستيانو طبعا يعني واحد من الاساطير. يعني خاصه ان مثلا بدايه السوشيال ميديا كانت مع بدايه رونالدو فالناس بقى من ساعتها طبعا لغايه دلوقتي فوصل لعدد متابعين كبير جدا وهو طبعا اسطوره يعني يعتبر اسطوره في كل هو بتكلم عن هو اسطوره احنا عارفين ان هو اسطوره. انا بتكلم على الخساره اللي خسرها ست سبع ساعات. طبعا الخساره مهمه جدا بس يعني السوشيال ميديا بقت اسلوب حياه يعني دلوقتي مثلا عشان تتابع الاخبار يعني انا عايز اشوف مثلا المؤتمر الصحفي بتاع كارلوس كيروش النهارده مثلا فعلى طول بفتح الفيسبوك عشان اجيب متعود على كده مفيش بقى فروحت ناقل لليوتيوب يعني الاكونت اللي كان شغال الحاجات الابلكيشن اللي شغاله اليوتيوب فاضطريت اشتغل على اليوتيوب. عندنا انت تعرف سهله يعني فاهم. فاللي هو ايه الابلكيشن طبعا غير تويتر كان شغال كويس تليجرام الناس كلها حتى نزل في ناس شفتها منزله تليجرام بالهبل بيوصل لك رساله اول ما بينزلوا كده ان هم نزلوا فاكيد الابلكيشن الثانيه كسبت كتير جدا يعني. لكن في الاخر هي حاجات وخسائر كثيره جدا هنعرفها اليومين اللي جايين اعتقد هيتقال مين خسر ايه وخسر كام في الست سبع ساعات اللي فاتوا دول لانه موضوع مهم جدا. خليني ابدا معاكم الاول عن تعليقكم على قائمه منتخبنا الوطني. طبعا يا كابتن اسلام في البدايه انا عايز اقول ان كل مدير فني له الحريه المطلقه في اختيار العناصر اللي هو شايف من وجهه نظره اللي بعده هو ليه كامل الحريه ولكن وضع كيروش مختلف شويه. هو في وجهه نظري اشمعنى ما هو مدير فني برضه لا ما هو لسه اول ماتش انت لسه جديد وما تعرفش اللعيبه دي. يعني النهارده لو سالنا احنا نعرف ببساطه كيروش يعرف مين في قائمه منتخب مصر ربما يعرف اربع لعيبه محمد صلاح محمد النني تريزيجيه وكوكا بحكم يعني بيلعب في الدوري البرتغالي. بخلاف الاربعه دول انا اشك تماما ان كيروش يقدر في خمس يعني لو قعدنا معاه وقعد معانا دلوقتي يقدر يعني يفصص لنا اللعيبه او يعرف لنا حتى اسامي يشاور ده اسمه كذا وده اسمه كذا. خلي بالك انا كنت مقتنع بكده ولكن كان النهارده معايا على السكايب النهارده ابل شايفر واحد من اهم وافضل اللاعبين اللي لعبوا معاه وقعد معاه فترات طويله جدا في منتخب البرتغال. بيقول لي ان هو لا شخصيته قبل ما بيروح اي حته بيبقى عارف كل تفاصيل الدقيقه عن كل لاعب مهما كانت. والله يعني طبعا معرفش يعني طبعا كامل احترام لوجهه نظره لكن انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي انا اشوف تاني بعيد اهو تاني والله هو حر تماما يختار اللي هو عايزه ولكن هو دلوقتي حط نفسه تحت بمحض ارادته. والنهارده باللي قال في المؤتمر الصحفي هو قال يا جماعه ما حدش يناقشني على اسماء. اوكي حقك طبعا انا مش هتكلم غير عن منتخب مصر بس حقه طبعا حقك طبعا مليون في المية حقك. بس انت دلوقتي وضعت نفسك تحت الضغط في الماتشات الجايه لان احنا دلوقتي لما هنحاسبك مش هينفع بعد المباراه الاولى. المباراه الاولى يا كابتن مش هينفع يطلع يقول يا جماعه معلش ده اول ماتش ليا
عدوها لي ما بقاش ينفع. لا بس هو من اول يوم قبل حتى ما يستبعد ويجيب ويعمل قالك انا من بدايتي من النهارده من اليوم خلاص اوكي فيه. لا اقصده ايه يعني هو الراجل يعني انت قررت واحنا تاني اهو احنا دايما حتى بنقولها للموسيماني بنقولها لكل مدير فني فنيين مسكوا النادي الاهلي المدير فني منتخب اي مدير فني من الحق ومن حقه تماما يختار العناصر اللي تكسبه تمام بعد الماتش هنحاسبك بالظبط واللي حصل قبل يعني الزخم اللي حصل ده وانك تستبعد يعني ببساطه يا كابتن اسلام مركز صناعه الالعاب في منتخب مصر هو المفروض اي مركز بتختار له اثنين واحد اساسي واحد بديل زي ما انت بختار فتوح وايمن اشرف في الشمال اكرم توفيق وفتحي في اليمين وهكذا انت اخترت البلاي ميكر الوحيد اللي معاك في الفرقه هو عبد الله السعيد اي اسم تاني هيبقى متوظف مش هو بلاي ميكر هو اقرب مش يعني متوظف. ده اللي انا فهمته يعني هيبقى متوظف هيبقى متوظف مش مركزه اساسي فبالتالي انت عملت لنفسك يعني هو تساؤلات كتير محمد شريف انت اخترت في مركز المهاجم الصريح مصطفى محمد ومفروض مرموش ومفروض احمد حسن كوكا محمد شريف المفروض هو هداف الفريق وهداف الدوري وجاب اخر هدفين حتى ايفن لو كان في بعض الارهاق في المباراه الاخيره ولكن ما هو ده السؤال اللي انا سالته يا احمد يعني السؤال اللي انا سالته ايه وده الكلام ده انا قلته امبارح هو سؤال طيب حتى لو على افتراض ان انا معاك ان محمد مجدي قفشه مش كويس وان محمد شريف مش كويس وجهه نظر او مجاهدين وجهه نظر اوكي ومصطفى فتحي كمان بالمناسبه لانه مصطفى كان مش كويس مقدم موسم كويس فعلى افتراض ان الكلام اللي انت ده تمام ومظبوط وكل حاجه ولكن انا ما اختارش هداف الدوري وافضل لاعب في الدوري اعتقد ان ده شيء صعب جدا انا هقول لحضرتك على تجربه شخصيه يعني مشكله المدرب الاجنبي لما بيجي يمسك منتخب مصر ما بيديش المساعدين المصريين القرار قوي بكل صراحه انا بكلم حضرتك بكل صراحه انا اشتغلت مباراه مع خفير اجيري مع كابتن هاني رمزي في اول مباراه اول ما جه كانت مباراه النيجر كمحلل اداء يعني حطينا نقاط القوه والضعف للنيجر وكل حاجه والقايمه هو برده خفير اجيري نفس العقليه دي يعني نفس المدرب الاجنبي كده بيجي يختار هو بيبقى نوعا ما المساعدين المصريين يعني انا اكيد كابتن وائل جمعه كابتن ضياء السيد اكيد اي واحد فيهم كان هيختار محمد شريف واكيد اي واحد فيهم كان هيختار محمد مجدي قفشه فده واضح ان ده قرار من كيروش وهو اللي هيتحمل المسؤوليه ولكن اسال اي حد في الشارع ماشي مين افضل خمس لعيبه في مصر افضل خمس لعيبه في مصر مستحيل ما يحطش منهم قفشه ومحمد شريف يعني احنا مش بنقول ان هو لا ده اساسي لازم ينضموا حتى لو هو مش هيلعبهم انت تحطهم بدله دكه انت لا قدر الله عبد الله السعيد لو اتصاب مين صانع الالعاب اللي هيبدا الماتش الثاني انت ما عندكش في القائمه صانع العاب اساسا لا وهل عبد الله السعيد يقدر يلعب الماتشين ورا بعض وعبد الله السعيد دلوقتي ما بيكملش 60 دقيقه اخره بكل صراحه 60 دقيقه لعيب كبير وواحد من احسن اللعيبه في مصر بس 60 دقيقه اخره مين اللي هيكمل الشوط الثاني هتضطر تقلب الطريقه 4 4 2 طب ليه ما انا لازم يبقى عندي صانع العاب بديل ممكن العب 4 3 3 وخلي بالك هو ده الاقرب يعني الاقرب انه يلعب 4 3 3 في الماتش الثاني يعني في الماتش الثاني بس انت في المباراه 4 3 3 ديفندر 3 ديفندر يعني. بس برضو انت منتخب مصر وانت وبرضو منتخب ليبيا منتخب ليبيا اقل بكتير فنيا وجهه نظري يعني حتى على مستوى المحترفين على مستوى اللعيبه احنا من الطبيعي ان احنا نكسب ليبيا رايح جاي بس انت عارف برضو طبعا اقل وكل حاجه تاريخيا وفنيا دلوقتي وكل حاجه ولكن في النهايه مباريات الشمال افريقيا دي بتبقى مختلفه شويه طبعا بس انت كفتك اعلى انت عندك محمد صلاح لوحده يعني ده محمد صلاح احنا لسه شايفينه امبارح بسم الله ما شاء الله يعني فاكيد انت كفتك اعلى نيجي لمحمد شريف ده هداف الدوري المصري يعني نوعيته ما هي دي النقطه بس اللي انا هي الفكره عمر مرموش مهاجم كويس جدا ومن احسن المهاجمين يعني ارقام محمد شريف قدامنا على الشاشه اهي وارقام اللعيبه كلها اللي انضمت هو واخد ابراهيم عادل برده كمهاجم وهمي حتى لعبه في المباراه الاخيره ممكن يكون ابراهيم عادل مع عبد الله السعيد في نفس المكان خلي بالك اللي هو البلاي بس لما لعبه في الماتش الودي لعبه مهاجم وهمي ما لعبوش صانع العاب في المباراه الاخيره في الوديه الاخيره هو ماشي فدي برضه غريبه خلي بالك اصل انا بتحاول تجد مبررات برضه الفكر مش بجد مبررات خالص مش مساله ان اجد مبررات انا بتكلم ان انا عندي مباراه كمان كام يوم اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان منتخب مصر يفوز طب خلاص طبعا بعد كده انا كلمت يعني النهارده انا حتى قلت الكلام ده في الانترو قفشه قال لي انا كان نفسي ابقى موجود لمجرد ان انا العب في منتخب مصر عشان لو عندي حاجه اقدر اعملها اعملها لكن انا دلوقتي لو في جمهور هبقى موجود مع الجمهور اقعد اتفرج على المباراه يعني خلي بالك هو في الاخر اعتقد ان كارلوس كيروش لما بيجي يبص للموضوع بص عليه من وجهه نظر واحده صح خلاص من وجهه نظر واحده بس مش من كذا وجهه نظر زي ما احمد قال هقول لحضرتك يعني كمان على حاجه المدرب او مباراتين تحديدا مباراه امبي والاهلي
ومباراه ليبيريا. هو مش شرط ان هو يعني هو اي مدرب اجنبي، انا برضو عن تجربه مدرب الاجنبي بيغير قناعاته يعني. هو طبعًا في البدايه طبعًا بيبقى مستبعد قفشه وشريف، انا متاكد ان هو هيجي بعد الماتش الثالث وهيستدعيهم، ده اكيد حتى في البطوله العربيه هو مستدعيهم موجودين في القائمه يعني. فهو بتبقى قناعات في الاول. احنا طبعا كل الدعم لكيروش في المباراه المقبله في اختياراته يعني، لكن كنا نتمنى اكيد وجود اثنين لعيبه بحجم قفشه وشريف، يعني احسن صانع العاب في مصر بالتاكيد واحسن مهاجم في الدوري المصري وهداف الدوري المصري ب 21 جون، كنا بالتاكيد نتمنى ان هو يكونوا موجودين من اجل مصر يعني. ايه اللي الناس مستنياه من كارلوس كيروش يا كريم مختلف عن كابتن حسام؟ اعتقد دي النقطه المهمه يا كابتن اسلام للي احنا بنتكلم فيه ده، ان هو كان لازم يفهم تماما اول حاجه يعرفها ظروف تعيينه، ظروف تعيينك في وقت صعب وكمان بعد يعني سلسله من الانتقادات يعني القويه جدا اللي وجهت لكابتن حسام البدري بعد فتره فعلا من أسوأ الفترات اللي شفنا فيها منتخب مصر. فهو كان لازم يعرف ان الفتره الحاليه مش محتاجه يعني خلينا اقول بين كوتيشن مش محتاجه قرارات صادمه، انت محتاج تخلي الدنيا هاديه لان انت برضه مش ضامن الظروف. يعني مثلا في وجهه نظر لا قدر الله لا قدر الله المباراه الجايه لو ليبيا خطف التعادل انت هتروح لازم تكسب ماتش ليبيا عليك كم ضغوطات، انت هتواجه ضغوطات شديده، الناس واقفه لك على الواحده فعلا يعني، الناس النهارده واقفه لك على الواحده. انت كمان انت قررت انك ما تقش مبررات وده حقك يعني. في مديرين فنيين بيقول يا جماعه والله انا خدت فلان عشان كذا واستبعدت فلان خاطر كذا، هو قرر انه يمشي في التراك بتاع انا مش هقول مانويل جوزيه حقك مفيش مشكله. البرتغاليين البرتغاليين معظمهم كده، لا اقصد ايه، هو جاي عمل كذا حاجه ورا بعض في وقت، هو بقى لازم يعرف ان الناس منتظره اداء جيد، الناس منتظره حاجه مختلفه، او حتى محتاجين ان احنا نشوف فرقه سوليد تلعب كوره سهله من غير تقليب. ده حتى في ماتش الودي قدام ليبيريا ما شفناهوش برضو يعني امانه يعني. كم الكوميكس اللي كانت محطوطه على السوشيال ميديا ان كابتن حسام يعني اقصده ليبيريا ما تقدرش مباراه على ماتش ايه؟ الماتش ليبيريا بس خلي بالك ماتش ليبيريا ده اي مدير فني هيجي يعمل اللي هو بيعمله ده. مش قصدي يا كابتن اسلام مش فني، لا لا انا اقصد في حته ايه، انا ممكن ببساطه لو انا النهارده جاي ماسك الفرقه دي وشفت يعني في 180 العب السهل الممتنع، العب زي ما الفرقه بتلعب، بس هبدا اعمل ايه؟ الاساسيات نفسيا الوينجر لو سمحت في الدفاع ترجع يا جماعه واحنا بنهاجم طير الفول باك وانت تفتح له تخش يعمل اساسيات الكوره اللي ببساطه الناس تقدر تقول لك ايه الراجل ده شغال كويس. مش هنوصل لافضل شيء بس ماشي بشكل لحد ما يحس الناس ان انا بعد كده انتظر افضل. فبالتالي الناس مستنيه من كيروش، الناس مستنيه من كيروش ان المجموعه الحاليه لمنتخب مصر قويه جدا امانه، احنا السكواد بتاعنا الاسامي اللي مكتوبه في جميع الخطوط قويه جدا قويه جدا جدا. ربما يعني بعد شويه ممكن نقارن القائمه دي بالقائمه اللي كانت مع الكابتن حسن شحاته. فبالتالي انت محتاج انك تقدم اداء افضل. فانت وجهه نظري كان لازم كيروش يدرس الامور ان هو ما يحطش على نفسه ضغوطات، حتى زي ما احمد قال كنت خد قفشه وشريف وحطهم على الدكه وهم كانوش هيقولوا لا مفيش مشكله، لا محدش هيقول لا. لكن انت دلوقتي يعني خدت قرارات كتيره في وقت قليل اوكي والناس هتسيبك، هعتبرها صعبان عليك يعني، مش هقدر اقول اكتر من كده ان صعبان عليك كيروش، ان هو على الرغم من ان انا كل الكلام اللي جاي لي من المعسكر الحقيقه ان لا الراجل ذكي جدا في التعامل كل اللعيبه يعني معظم اللعيبه نفرح بس اهم حاجه اللي يتقال في الكواليس نشوفه ساعه الماتش عشان ما احنا على رايك صحيح خلصنا بصراحه لا خلصنا وزهقنا من فكره الكلام اللي ورا الكواليس والكلام في الاخبار المسربه والكلام اللي جاي من التدريبات. لا مش مسربه دي اخبار انا اللي بقول لك انا لا مش قصدي مش قصدي انا بتكلم انا ده كلام عارفه من يعني فاهم يا كابتن فاهم لا انا بتكلم كشكل ان انا النهارده اقول لك ايه وجهه نظري يا كابتن اسلام ان فلان ان شاء الله هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فانت تاخد كلام تيجي تتفرج على الماتش تلاقي الماتش مش على نفس اللي انت سمعته بالظبط. هو ده اللي احنا عايزين نشوف يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ان الراجل فعلا اختار طيب عناصر تنفذ الخطه يوم الجمعه وان شاء الله كسر. قائمه ليبيا و ابرز المحترفين اللي موجودين والمجموعه اللي موجوده في ليبيا برضو عشان الجمهور المصري يتعرف عليهم. قائمه ليبيا قدامنا اللي تم الاعلان عنها 27 اسم، هم كل المعتصم الوحيد المحترف في اوروبا لعيب واحد بس. شوف الفرق ما بين قائمه مصر وما بين قائمه ليبيا. المحترف الوحيد اسمه المعتصم المصراتي بيلعب في سبورتنج براغا البرتغالي. اوكي المحترفين خارج ليبيا بقى من ال27 سبعه بس،
احمد الاتريبي في قزمة الكويتي، محمد صولا في الصفاقسي، السنوسي الهادي في العرب الكويتي، مؤيد الله في الوداد المغربي، حمد الهوني في الترجي التونسي، محمد الجورني في الصفاقسي، المعتصم المصراتي، البراجا البرتغالي. مين الانديه الاكثر استدعاء؟ 6 من اهلي طرابلس و6 من الاتحاد الليبي، يعني الانديه الليبيه بالذات اهلي طرابلس والاتحاد الليبي. طبعا المدرب الاسباني معاهم خافير كليمنتي 71 سنه، هو عودته فرقت معاهم كتير. ليه؟ لان هو المدرب الوحيد في تاريخ ليبيا اللي حقق معاهم بطوله كاس افريقيا للمحليين عام 2014 لما خدوها على حساب غانا بركلات ترجيح. خافير كليمنتي ده اداهم مدرب تكتيكيا عالي جدا على المستوى الدفاعي وتطبيق الهجمات المرتده والكرات الثابته. الحاجه الثانيه فرق مع ليبيا عودتهم للعب على ملعبهم. الحاجه الثالثه المعسكرات الممتازه اللي بتتعمل احسن من المعسكرات بصراحه، يعني في الفتره الاخيره منتخب مصر عمل معسكر ممتاز، ولكن هم دايما بيعملوا حتى لسه عاملين معسكر في انطاليا في تركيا وجم على مصر بدري، هم جم وصلوا النهارده فاستعداداتهم جيده جدا طبعا لانه حلم بالنسبه لهم. طب الحاجه اللي بعد كده برضو في صعوبه الماتش ده ما حلم يعني طبعاً بالنسبه لهم عوده او المكسب في اول ماتشين مشت معاهم، انت بتكسب الجابون وبعدين ايه ده انت كنت خسران الجابون وبعدين رجعت في كام باك بعد كده كسبت، وبالتالي يعني مهم جدا ومباراه بالتاكيد هتكون صعبه يعني. طب الاختلاف في التشكيل ما بين مباراه الجابون وانجولا في ليبيا؟ الاختلاف في التشكيل في لعيب واحد بس اللي هو عمرو الخوجه، هو اللي دخل، هو دايما بيلعب 4-3-3 او 4-1-4-1، عمر الخوجه بس التغيير، لكن التشكيل ثابت مش هيغير كتير، واعتقد ان هو نفس التشكيل اللي لعب بيه لما نتكلم على الشاشه هتلاقي نفس التشكيل بالظبط. طيب قبل ما نروح على الشاشه كريم، عايزك برضو تقول لي على المعدل العام للاعمار في منتخب ليبيا. هو طبعا لما بنتكلم الفرقه اعتقد بنتكلم معدل اعمارهم من 28-29 سنه، الفرقه برضو يعني لحد ما ممكن نقول فيها خبرات كتيره، وطبعا مهم جدا يعني اهم اتنين لعيبه عندهم حمد الهوني ومؤيد اللافي، ده احنا بنتكلم والاتنين جناحات يعني الاتنين بصراحه مهمين جدا. طبعا دي ارقام المعدل العام التحليلي لمنتخب ليبيا، الاستحواذ 77% للتمريرات 73%. يعني انا هتفق مع احمد بصراحه في كلمه قالها، وبس مش عايزين ناخدها كعنوان، ولكن امانه الفريق فنيا ضعيف، الفريق ما بنتكلمش على فرقه مخيفه، يعني المفروض اصلا المجموعه دي كانت تمشي منافسه ما بين مصر والجابون، اقل من المتوسط مصر والجابون اكتر من مصر وليبيا. ولكن ليبيا الفكره ان فعلا عوده كليمنتي، وان كمان كليمنتي راجل واقعي بيلعب على قد امكانيات فريق. وخليني يا كابتن اسلام اقول لك بس شويه ارقام بقى بسيطه من ماتش انجولا الاخير اللي كسبوه هناك في الواندا 1-0. الاستحواذ 73% لانجولا، 27% لليبيا، ده في المباراه كلها. طيب تسديدات على المرمى، انجولا 13 تسديده على المرمى، ليبيا 4 تسديدات فقط جابوا منها هدف. الركنيات 9 لانجولا، ركنيه واحده بس لليبيا. الاكس جي او معدل الاهداف المتوقعه لكل فريق في المباراه 1.5 لانجولا، 0.5 لليبيا. طيب ماتش الجابون اللي اتفرجوا عليه في الجوله الاولى السيناريو كان ماشي ازاي؟ وان سايد جيم للجابون لمده 40 دقيقه، وان سايد جيم، جابوا هدف التقدم وضيعوا 3 انفرادات، دي طبعا الاحصائيه بتاعت ماتش انجولا وليبيا. المنتخب الليبي جاب هدف التعادل قدام الجابون في الدقيقه 46 43 مش الاول. فرد الشوط الثاني سجال ما بين الفريقين، المباراه الاولى في ليبيا في ليبيا جابوا هدف الفوز في الدقيقه 93، هدفهم في انجولا في الواندا في الدقيقه 43. فبنتكلم على فريق بيسيب الاستحواذ تماما والكره تماما للمنافس طوال الشوط، ويجي في اخر 3 4 دقائق لما الاداء بتاعك بيهبط هو بيقعد مركز في الدفاع، بيدافع يقعد يزهقك، اول ما يلاحظ ان انت بدات يعني ترتاح هوب بيخطف الهدف بتاعه. فبالتالي بنتكلم على فرقه بتلعب بستايل معين، ستايل يناسب يعني كليمنتي فعلا مدير فني واقعي للغايه. فبالتالي احنا محتاجين بقى نتعامل مع الامر ده وجهه نظر بدون اختراعات، انك لازم تلعب الكوره الطبيعيه، ولازم تلعب كوره بدون زهق، لازم تلعب كمان اللعيبه اللي بتلعب كوره كتير وانك ما تزهقش وانك تمرر الكوره كتير. مثلا ببساطه هو في وجهه نظري مباراه شبيهه بمباراه النادي الاهلي مع طلائع الجيش اللي احنا قلناه بالظبط. هو نفس هنشوف نفس السيناريو، فرقه واقفه ورا بتدافع كويس جدا جدا جدا، وعندها اتنين جناحات اللافي على اليمين وحمد الهوني على الشمال، والاتنين بيعملوا دور البلاي ميكر بيخشوا على طول العمق.
طبعا شفنا حمد الروني كتير قوي مع ترجي في الحته دي. فالمباراه الامانه كتحليل اداء والامور دي سهله جدا، سهله اي حد يشوفها، بس الفكره هتتعامل ازاي واختياراتك وازاي فعلا تعد لعبتك لمنافس بالشكل ده. طيب قبل بس ما نطلع فاصل عشان تقولوا لنا ايه اللي هيحصل على الشاشه، عايزك تقول لي برضو اغلى 10 مدربين في العالم في افريقيا. انا اسف، في افريقيا اغلى 10 مدربين. المفاجاه ان مدرب منتخب مصر ومدرب منتخب ليبيا في اغلى 5. اغلى مدرب في افريقيا حاليا في المنتخبات وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب، 89,000 دولار شهري، كل الرواتب دي شهري. الثاني كارلوس كيريتش مدرب منتخب مصر البرتغالي، 85,000 دولار. الثالث الجزائري جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر، 65,000 دولار. الرابع البرتغالي أنطونيو مدرب منتخب الكاميرون، 59,000 دولار. الخامس مين؟ خافير كلمنتي الأسباني مدرب منتخب ليبيا، 59,000 دولار. السادس هيكتور كوبر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، 55,000 دولار. رور مدرب نيجيريا، 55,000 دولار الألماني. نيجي طبعا رور جنسيته ألماني. هوجو بروس البلجيكي مدرب منتخب جنوب أفريقيا، 50,000 دولار. نيجي للفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب كوت ديفوار، 35,000 دولار. بعد كده رقم 10 السربي موليفان، ده مدرب منتخب غانا صاحب الطفره معاهم في عام 2010، رجع تاني برضو غانا نفس تجربه مصر، يعني بتمر بحاله عدم توفيق في اول مبارتين، فتولى المدرب السربي موليفان برضو 30,000 دولار. إذن في اغلى 5 مدربين يتواجد مدرب منتخب مصر على مستوى القاره الافريقيه ومدرب منتخب ليبيا. هنشوف صراع ما بين 2 من اغلى مدربي قاره افريقيا ان شاء الله يوم الجمعه القادم. هيبدا هذا الصراع في استاد برج العرب في الاسكندريه، ثم بعدها بثلاث ايام على طول في ليبيا. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل اون سكرين كريم سعيد واحمد ثابت هشرح لحضراتكم ايه اللي هيحصل بالنسبه لمنتخب ليبيا ومنتخب مصر بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اون سكرين كريم سعيد واحمد ثابت هيقولون عن التشكيل المتوقع لمنتخب ليبيا ومنتخبنا الوطني. اتفضل يا كريم. تمام يا كابتن، خلينا نبدا يعني نشرح للساده المشاهدين ازاي المنتخب الليبي هيبقى اعتقد الوقفه الاقرب له في مباراه يوم الجمعه، والشكل اللي احنا المفروض وجهه نظري برضو وجهه نظر احمد ازاي نواجههم. انا في وجهه نظري المنتخب الليبي هيلعب بطريقه اقرب ل 4-1-4-1، ومش هيعمل ضغط عالي. دايما الفرقه هتسيب الكوره لمنتخب مصر ان احنا نطلع بيها من نص ملعبنا، وهيبدا يضغط عليك اول ما تعدي المساحه دي كلها عن طريق المهاجم محمد زعبيه. طبعا بنتكلم ان طبعا المنتخب الليبي في حراسه المرمى اعتقد في وجهه نظري الشخصيه محمد نشنوش اللي لعب حارس المرمى لعب ماتشين الاولين في الجوله والثانيه، المعتصم بالله صب وهيبقى هو الفول باك الشمال، سند الورفلي وعلي سلامه 2 مساكين، وعبد الله الشريف ده الباك اليمين. هيحط قدامهم فيصل البدري او محمد التهامي كليبرو متقدم، وهيحط على الجانب الايسر حمد الهوني اكيد طبعا مفيش اي خلاف على وجوده، وفي قلب الملعب طبعا هيبقى فيه عمر الخوجه ومؤيد اللافي، وهيتبادلوا مع بعض اللعب ما بين الطرف وما بين البلاي ميكر، وفي الامام قلت المهاجم الصريح محمد زعبي. منتخب مصر بقى على الناحيه الثانيه لو حبينا. طب قبل ما نروح منتخب مصر اسمع وجهه نظرك يا احمد. اتفضل. اعتقد ان اول حاجه تعالى نشوف طريقه اللعب بتاعتهم زي ما كريم قال 4-1-4-1. الوقفه بتاعتهم في الحاله الدفاعيه عامله ازاي؟ هنبص اول حاجه هنبدا. بص حضرتك ادي ده المهاجم محمد زعبيه، وادي الاربعه اللي تحته زي ما كريم قال كده 4-1-4-1. ادي الاربعه اللي تحت وادي المهاجم محمد زعبيه والاثنين اللي في النص. ده من تلت ملعب. من تلت ملعب ده في اول المباراه، يعني في اول المباراه الضغط بيبقى في وسط الملعب. هنا هنلاقي بعد كده ده حمد الهوني، ده مؤيد اللافي، ادي برده صوره تانية بتوضح الصوره عشان تكون واضحه. ادي حمد الهوني، ادي فيصل البدري، ادي عمر الخوجه، ادي مؤيد اللافي، وقدام محمد زعبيه. ادي طريقه لعب 4-1-4-1، هم كلهم تحت الكوره بيحاولوا. نكمل برده الصوره اللي بعدها،
هنلاقي ان هم كلهم تحت الكوره في مسافه قريبه جدا بطريقه لعب 4 1 4 1 او 4 3 3. اهم حاجه ان في 3 ارتكاز وفي جناحين. بص حضرتك المسافه قد ايه، ادي الاربعه اهو، وادي الواحد، وادي الاربعه اللي قدامه، وادي الواحد. دي الصوره دي حوالي 6 ياردة 7 12 متر حاسبينها احنا المسافه، ادي 12 متر. دي الصوره اللي هتتكرر في مباراه القاهره. اوكي الصوره دي عشان تحل الحاجه التكتل الدفاعي ده. خلي بالك انا بالنسبه لي الصوره زي دي، معلش انا هحط ثانيه واحده فضل. انا بالنسبه لي الصوره زي دي، انت الجزء ده، الجزء ده بيبقى فاضي دايما، المساحات اللي على الاطراف الورا الظاهرين دايما بتلاقيها فاضيه. فدي ممكن اعتقد دي ان دي فعلا يعني نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن يعني اسلام، لان بص واضحه يعني من غير اي حاجه هي واضحه دلوقتي. انا فعلا جايبها معايا، جايب معايا لقطه ان ازاي نواجه الحل ده. انا ما بغشش انا بس وانا قاعد كده النفس يعني جايبها معايا ازاي نواجه الحاجات دي. لازم الظاهرين بتوعك يكون هجوميين، لازم ياخدوا من قدام، لازم يستلموا من قدام في عمليه البيلد اب بتاعتك. أيوه. بص حضرتك مشكله انجولا ايه، يعني النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها دي النقطه الجايه بالظبط اهي. انجولا مشكلتها ان اثناء تحضير الهجمه هم كلهم تحت الكوره. ليبيا على فكره اللبس ابيض وانجولا اللبس احمر. انجولا الكوره بتتلعب في وسط الملعب اهو، الاضاءه جايه على الباك اليمين بتاع انجولا هنا والباك الشمال هناك خالص، فهم مش متحركين، بالتالي الضغط في وسط الملعب. الحل بتاعك ايه عشان تبني الهجمه؟ يا اما عبد الله السعيد اللي هو صانع الالعاب لازم ينزل يستلم لتحت عشان يسحب مع ناس وتقدر تبني الهجمه. يا اما الظاهرين يطيروا، لازم، ما ينفعش تبقى واقف معاه، لازم تطير عشان تسحب معاك حمد الهوني وتسحب الناس دي، لازم. يعني بص حضرتك هات الصوره اللي بعدها، بص ده المباراه الوديه قدام ليبيريا. مشكلتنا الشوط الاول كانت ايه؟ كانت في نفس الفكره ان الفرقه بتلعب دفاع منطقه، يعني الصوره دي كربونه، ادي ليبيريا اهي، ادي مين هناك؟ هنعتبر الازرق ده ليبيا دلوقتي كمان. نفس ليبيا بالظبط. ادي ده محمد حمدي، واللي على اليمين مين؟ اكرم توفيق. ما ينفعش اكرم يكون واقف هنا، لازم اكرم تتقدم لقدام، لازم اهو، لازم تتقدم لقدام، ولازم محمد حمدي هناك يتقدم لقدام. ليه؟ لان ايمن اشرف اهو معاه الكوره، وعمرو السوليه وطارق حامد قدامه مش عارفين نحضر الهجمه. لازم حاجه من الاثنين، يا عبد الله السعيد ينزل يستلم من ايمن اشرف، وفي نفس الوقت الظاهرين لازم يفتحوا اكتر من كده. ما ينفعش ان انا لازم الظاهرين يكونوا بنكهه هجوميه اكتر. اوكي عشان كده قد يكون ضم احمد فتحي في الجبهه اليوم. بس هنا في بقى نقطه لازم برضه شارحينها للسبب يا كابتن اسلام، وهي ان الجزء اللي احنا بنتكلم عليه ده يتطلب سرعه في التمرير والتحرك بدون كوره. صح. الموضوع مش فكره ان انا بقول ايه ان احنا يا جماعه هيلعبوا 4-1 4-1 فاحنا محتاجين، لا، هي محتاجه سرعه. ليه؟ يعني مثلا لو انا رجعت للبورد تاني، لازم السرعه في التحرك. مثلا احنا قلنا ان هم واقفين بطريقه 4-1 4-1 في الحاله الدفاعيه، وبنتكلم هم متكتلين في نص ملعبهم، وانا مثلا بلعب وانا بهاجم، لا حد يتكلم عليه واحنا بنهاجم، لازم نهاجم بطريقه اقرب، يعني الاثنين مساكين بتوعنا يبقوا واقفين هنا، وانت مطير الاثنين الفول باكس بتوعك هنا اهو، ومدخل الجناحات بتاعتك هنا اهو، وادي المهاجم الصريح، وادي بلاي ميكر، وادي الاثنين بتوع خط الوسط. يبقى انت النهارده بتلعب بطريقه الى حد ما اقرب من 2-4-4. ليه بقى؟ عشان انت محتاج الحته دي كلها تبقى فيها مساحه انت بتستغلها مع الترحيل، يعني هي دي، لان هي دي في اللعبه دي ثغرتك، الطريقه دي هي دي الثغره الوحيده على الجنبين، دي ثغرتك. ليه؟ لان الخماسي اللي هيبقى واقف اللي مرسوم 4-1 ده هيصعب عليك عمليه الاختراق من العمق، ده هيبقى صعب جدا عليك، ده في مشكله. فبالتالي طيب انت عايز تعمل ايه؟ انا بس في النقطه دي تحديدا قبل ما اتفضل، هل النقطه دي ممكن يكون ليها، ده معناه ان لو كارلوس كيروش دارس الفريق الليبي بشكل جيد، المنتخب الليبي بشكل جيد، يبقى لازم يكون اختار مصطفى محمد واحمد حسن كوكا عشان السبب اللي انت بتقوله ده؟ حلو قوي السبب اللي انت بتقوله ده، السؤال ده عالمي بصراحه. لانه انت هتلعب من على الاجناب، او هي الثغره اللي احمد اتكلمنا فيها هي اللي على الاجناب، خلاص. طيب انا وصلت على الجنب هعمل ايه؟ عرضية. لا بسألك بس. عرضية. بعد كده هسيبك تتكلم. اتفضل. انا وصلت على الجنب هعمل ايه؟ تمام. كرة عرضية. احمد فتحي اللي بيلعب. تمام. مثلا. تمام. جاله الكرة ناحية اليمين، وقف الكرة وبص، هيعمل ايه؟ هيرفع اوفر، هيرفع اوفر لمين؟ تمام. انا مش مختلف على كل ده. أوكي. بس هي فكرة ايه يا كابتن اسلام؟ اكيد انت صعب جدا في ماتش زي ده تبدأ باتنين رؤوس حرب. مستحيل. مستحيل طبعا. انت هتلعب بواحد بس. والاقرب في الشكل الحالي بتاعنا مصطفى محمد. خلاص يعني ده الواضح. تمام. الفكرة هنا ان انت لو حاولت تلعب كرات عرضية، احنا هنتكلم على فريق بيلعب بيه اتنين مساكين وقدامه قلنا واحد، هيبقى عامل زي الليبي المتقدم. في الكرات العرضية اللي حضرتك متوقع انت تعملها، طبيعي ان التلاتة دول هيرجعوا لمنطقة الجزاء بتاعتهم.
ولو قلنا ان الكروس بتاعك هيجي من الناحيه اليمنى، ده معناه ان اللاعب الجناح الايسر للمنتخب الليبي هيرحل ويبقى مسك. يبقى احنا كده بنتكلم على اربع لعيبه داخل منطقه جزاء ليبيا مدافعين. تمام. انت عندك مين؟ مصطفى محمد ممتاز ضربات راسيه، وكوكا اذا مثلا لعبه طبعا ده صعب بس هو ممتاز ضربات راسيه، يعني راس الحرب عندك كويس. هل عبد الله السعيد يجيد ضربات الراس؟ لا. هل محمد صلاح، قلنا بقى الكروس مرفوع من الناحيه المقابله، محمد صلاح بيساعد بيجيب لكن مش مميز. ما بقدرش اقول ان انا النهارده باني التكتيك بتاعي يا استاذ احمد ان انا هلاعب محمد صلاح كمهاجم تاني جنب مصطفى محمد عشان ياخد الكره العرضيه. طبعا ده تفكير مش منطقي، ده مش دور اصلا محمد صلاح. فهنا فكره الاعتماد على الكرات العرضيه نسبتها قليله، انما الصح ان انا لازم اتحرك بدون كره بسرعه والاعب جناحات سريعه واثنين فول باك زي ما احمد قال عندهم نزعه هجوميه. ليه؟ عشان ابدا افرغ المساحه على الاطراف زي كره اليد. لما صح، لان هي دي المساحه الوحيده خلال المباراه، لو يعني زي مباراه الجيش بالظبط. يعني اللي مش عايز يتفرج على الفقره دلوقتي يتفرج على الفقره الجيش. يعني تقريبا بس نفس الشكل. انا اتفق مع كابتن اسلام في نقطه الكرات العرضيه دي. يعني لانه خلي بالك اي باك رايت او اي باك ليفت هيعمل ايه؟ لو انا هلعب باك رايت في ماتش زي ده هعمل ايه؟ ماتش زي ده هاخد خطوتين لجوه واسيب بره شويه. صح. اوكي. انا لو بلعب باك رايت هاخد خطوتين لجوه الملعب، يعني اللي على الاخر في اليمين ده هيخش كمان خطوه ونص لجوه. تمام. فبالتالي هيبقى عندي الوينج رايت او اللي هو الجناح الايمن هيرجع ويدافع وكل حاجه، بس مش هيرجع يدافع على طول. اوكي. خلي بالك. نعم. فهيبقى عندك الفول باك او الباك ليفت اللي بيلعب له فرصه ان هو تجيله الكوره ويرفع اوفر، وهو مش هقول لك مستريح ولكن هو الوحيد اللي ممكن يرفع الكوره بشكل جيد، يا الباك ليفت يا الباك رايت بناء على الكلام اللي انتوا قلتوه. اخيرا بس اقول حاجه، ان الكرات العرضيه هي لعبه نسبه وتناسب. بمعنى ايه؟ ان انا النهارده بقول انا عندي كام لعيب قصاد كام مدافع، فلو انا بقول ان مثلا مصطفى محمد طبعا حتى لو مع ثلاثه هو ممكن طبعا ياخد الكوره ويجيب هدف، ولكن نسبه واحد على ثلاثه بتقول لي ان هو هياخد الكوره دي بنسبه 33%. لو انا رايح باثنين على ثلاثه نسبتي بتزيد. فهي اللعبه كده اهو. هل انا النهارده هعتمد على اللعبه دي وانا بلعب بعض الله السعيد بلاي ميكر؟ ده السؤال بقى يبقى كيروش يجاوب لنا عليه. انا شايف ان هم الملعب اللي هيجاوب لنا عليه. هم كمان عندهم مشكله في التمركز في الكرات العرضيه، يعني نقاط الضعف. اول نقطه معانا في نقاط الضعف الكرات العرضيه، رغم ان هم طوال، يعني علي سلامه وسند الورفالي طوال. بص كره زي دي مهاجم انجولا، العب كده اللعبه دي هتلاقي مهاجم انجولا طالع وكلهم بص الدوائر طالع لوحده خالص ويقدر يجيبها بدماغه في الشبكه سهله جدا. برده اللعبه اللي بعدها يعني عندهم مشكله واضحه في الكرات العرضيه، فقد تكون ده فعلا فكر كارلوس كير اهو، نفس ده المهاجم على بعد ده جوه السته ده ما جابهاش جوندي، ما جابهاش لا والله. فدي برده كره عرضيه واضحه جدا، وبرده عندهم مشاكل ان الظاهرين، وقد يكون ده اللي مطلوب من محمد صلاح يا كريم. مش شرط ان الكره تبقى عاليه، مش الكره تبقى عاليه بالظبط، صح. ممكن تبقى تترفع على الارض. النقطه الضعف الثانيه عندهم مشكله في حراسه المرمى. حراسه المرمى عندهم التسديدات حل مهم جدا. حارس المرمى ضعيف في انا شايفه مستواه مش عالي قوي. ده هدف الجابون. لا كانت كوره قويه قوي يا احمد، بس مش قوي يعني مركونه جداً. بص المسافه 24 يارده بصراحه، يعني هو الحارس مش قوي قوي، يعني الحارس مش قوي قوي، فلازم نستغل التسديدات. لا بس هو هناك يعني انتوا في اجماع من حضراتكم ان هذه يعني مباراه ليبيا تبقى من المفترض هي مباراه اقل من المتوسط. انا شايف ليبيا مش ضعيفه، يعني ليبيا متوسطه صعوبتها. لا انا طبعا كان متوسط بالنسبه لي، بس صعوبتها في ايه يا كابتن اسلام؟ مباريات يعني احنا مع الفرق العربيه ان في تنشانه زياده على اللزوم، وهو كمان ممكن ببعض الحاجات بيخرج عن تركيزك. مباراه كمان صعوبتها ان ليبيا ست نقط واحنا اربعه ومضغوطين، والظروف كلها في ما يشبه الضغط حتى على كيروش. يعني حتى الكابتن وائل جمعه طلع قال في تصريح يا جماعه وقفوا الهجوم شويه، ده معناه ايه؟ ان الجهاز مضغوط. ده لسه متعينين اول امبارح وهم حاسين بالضغط بسبب القرارات اللي هم خدوها. امال الجهاز السابق يعمل الجهاز السابق من قبل ما يتعين كم؟ ما هو ده. تخيل الجهاز السابق لو كان استبعد قفشه ومحمد شريف، يا خبر ابيض. طيب برضو طبعا زي طلائع الجيش، الفرقه لما بتدافع المدرب ده مميز قوي في تحفيزهم. نخلي بالنا من الضربات الركنيه والضربات الثابته، بالذات المدافع علي سلامه وسند الورفالي، الجونين اللي جابوهم في الجابون من ضربات ركنيه. يعني كمل العب اللي هنلاقي. بص ادي علي سلامه اللي هو رقم 14، الصوره اللي بعدها هنلاقي ان هي اتلعبت له
علي سلامه اللي هو الطويل ده رقم 14 اتلعبت له وجابها بالهيد. فده نخلي بالنا منه ان هم عندهم باترن معين. ادي الكره هي جت جون لعلي سلامه من خلال الضربات الركنيه، خطر جدا حذاري من الضربات الركنيه في المباراه دي والمباراه الثانيه والثابته. طيب ده في حاجه ثانيه في نكمل. في لعبه ثانيه برضو. طب اللعبه الاخيره اتفضل. نفس الفكره برضو، سند الورفلي من ضربه ركنيه، ادي الهدف الثاني. هات اللعبه اللي بعدها برضو، هنلاقي برضو ده الضربات الركنيه، فهم برضو خاطرين في الضربات الثابته مش شرط الضربات الركنيه. يعني بص كانك بتلعب بالظبط شمال افريقيا ولكن بشكل. ادي مؤيد اللافي بيلعبها للاثنين المساكين على الاخر خالص اللي هم بيبقوا متواجدين على الاخر اللي عليهم الاضاءه دي، هتتلعب له وبرضه هيسجل هدف. فاذا خطير خطوره منتخب ليبيا في الهجمات المرتده من خلال السرعات اللي على الاجنحه مؤيد اللافي وحمد الهوني والضربات الثابته والضربات الركنيه، دول اهم مفاتيح لعب منتخب ليبيا. التشكيل المتوقع لمنتخبنا الوطني: محمد الشناوي حارس مرمى، اكرم توفيق باك يمين، حجازي اكرم توفيق انا هختار اكرم توفيق. اوكي احمد حجازي. انت مش منتخب مصر؟ نعم مش انا بقول وجهه نظري. حجازي والوينش اثنين مساكين، ايمن اشرف باك شمال، طارق حامد وعمرو السوليه اثنين خط الوسط. ما عنديش حل اخر غير عبد الله السعيد بلاي ميكر بعد اللي عمله كيروش. محمد صلاح طبعا على اليمين، احمد سيد زيزو على الشمال، وراس حربه صريح مصطفى محمد. التشكيل المتوقع من وجهة نظر كيروش يعني المتوقع لمصر: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أيمن أشرف باك ليفت وأكرم توفيق باك رايت، الاثنين المساكين أحمد حجازي والونش، الاثنين الارتكاز طارق حامد وعمرو السولية، وقدامهم عبد الله السعيد صانع ألعاب، على اليمين محمد صلاح، على الشمال رمضان صبحي، وقدام مصطفى محمد. ده التشكيل الاقرب الاقرب من خلال المباراه الوديه الاخيره. رمضان لما نزل الشوط الثاني ادى بشكل كويس فقد يبدا به ايمن اشرف، احمد ابو الفتوح، محمد حمدي ما كانش موفق قوي فودى ايمن اشرف لما راح ناحيه الجبهه اليسرى مع رمضان، عملوا جبهه كويسه. اعتقد ان هو مستني مصطفى محمد هيبدا به اكيد ومحمد صلاح. يبقى احمد فتحي جاي علشان المباراه الثانيه مثلا، عشان انا جايب احمد فتحي وجايب ياسر ابراهيم تحسبا للاصابات برضه للاصابات يعني تحسبا للاصابات. عموما نتمنى يعني يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه الصعبه جدا الحقيقه من الناحيه النفسيه والضغط الكبير على المنتخب، ولكن ان شاء الله اولادنا في منتخب مصر يستطيعوا ان هم يتعدوا هذه المرحله. ان شاء الله بعد هذه المرحله نقدر نرجع ونتكلم مره اخرى. انا بشكرك يا كريم على وجودك معنا. شكرا جزيلا يا كابتن اسلام، وبالتوفيق للمنتخب يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره حلقه كالمعتاد من البيت الكبير في تمام الساعه 10. اشكركم واشوفكم على خير.